السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاملين عرض على العباية دي، عباية ميلتون حريمي، موجود منها مقاسات، موجود اللي هو اللارج والاكس لارج والاتنين اكس. العباية بتبقى ميلتون مبطنة من الداخل زي ما حضراتكم شايفين، موجود منها بتبقى اللون البطيخي في الرمادي، وموجود الاحمر برضو في الرمادي. اقلبي مبطنة من الداخل اللي هي كده ميلتون، شايفينها باينة معاكو. العباية دي سعرها 90 جنيه بس، موجود منها كذا مقاس من لارج لاتنين اكس لارج، وبتبقى واخدة تطريز زي ما حضراتكم شايفين بالاسترسات كده. سعر العباية 90 جنيه وبس. نفس العرض على العباية القطيفة دي، موجودش منها غير اللون الاسود بس. العباية زي ما حضراتكم شايفين مطرزة برضو بالاستراس على منطقة الصدر وعلى الكم. سعر العباية برضو 90 جنيه، موجود منها مقاس اكس لارج ومقاس 2 اكس، ولا مش موجود 2 اكس لارج واكس لارج، مش موجود 2 اكس يا جماعة. وموجود برضو العباية البني دي نفس السعر 90 جنيه. اي عباية عرضتها لكم سواء الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده برضو، دي بتبقى عباية واسدال في نفس الوقت. دي ميلتون برضو مبطنة، سعر العباية برضو 90 جنيه. يعني معانا كده 4 موديلات زي ما حضراتكم شايفين، سعر العباية 90 جنيه. واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.